بداية أرحب بكم قناة الصحة والجمال، برنامج بكرة أحلى. وأنا سعيد جدا على إني النهاردة هنقل تكريم كامل على الهواء للسيد المحترم وكيل وزارة التموين سيد بيه دايرة، الراجل الشغول الدؤوب اللي دائما يعني أقول فيه ميزة حلوة قوي لما حد يتصل عليه سواء انا او مواطن، وحتى لو ما ردش عليه هو بيقوم بنفسه يرد على تليفونه. سيد بيه دايره راجل احنا مكرمينه قبل كده، ولكن تكريم الهوا ده شيء تاني. وانا والله ما بمدح في الراجل، الراجل ما شاء الله عامل شغل كويس جدا وما بيكنش على اي حاجه، وبينزل بنفسه حملات تموينيه، بينزل على الافران، على حتى المواطنين نفسهم خدوا فكره على ان وكيل وزاره التموين مش قاعد في مكتبه، لا ماشي في الشارع، ماشي مع الناس. فنيابه عن المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان لمنطقه الجمهوريه، اتقدم بالشكر والتقدير لسياده المحترم وكيل وزاره التموين سيد بيه دايره، ولحضراتكم واقول كلمه واحده لسيد بيه: مهما كرم فيك مش هنقدر نوفيك حقك والله العظيم. والشكر للأخ الأستاذ شاكر سرايا اللي قائم على هذا العمل، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعي قناة الصحة والجمال، برنامج بكرة أحلى وحلقة جديدة من برنامج. صحة المواطن المصري مهمة جدا لدى الحكومة المصرية في كافة محافظات مصر. دور وزارة التموين والتجارة الداخلية مهم جدا في ضبط الأسواق والرقابة على السلع المختلفة، وده علشان كده احنا بنتنقل في كافة المحافظات علشان نشوف دور المسؤولين في كافة المحافظات ونبرز أبرز المشاكل كمان اللي بتواجه المسؤولين في المحافظات، خاصة ان المحافظات الريفية في مصر بتكون مفتقدة لبعض من الوعي، فالدور اللي بيقوم بيه المسؤول بيبقى مهم جدا في نشر الوعي، ولازم يتم تسليط الضوء عليه عشان نعرف ايه هي الجهود اللي بيقوم بيها المسؤول في المحافظة. وعشان كده احنا النهاردة في محافظة الدقهلية عشان نشوف وكالة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المحافظة بتقوم بدور ايه لضبط الأسواق وتوفير السلع المختلفة، وكمان في ظل الظروف اللي بتشهدها مصر والعالم كله بجائحة كورونا. عشان كده بنرحب بالأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، بنرحب بحضرتك. يا أهلا وسهلا بيكم، وشرفتوا ونورتوا محافظة الدقهلية. كنا عايزين نعرف بقى من حضرتك في البداية كده عن السيرة الذاتية الخاصة بالأستاذ السيد محمد دايرة. أنا السيد محمد السيد دايرة محاسب دفعة 83، ماسك وكالة الوزارة بقالي 3 سنين، مجدد لي سنة فوق سن المعاش حاليا، متزوج وأعول، عندي طبيبة وطبيب ومهندس. كنا عايزين نعرف برضو بدايتك في العمل العام عموما، وايه هي السيره الذاتيه لحضرتك، الصعوبات اللي واجهتك في تاريخك؟ هو بفضل الله الحمد لله انا تدرجت في العمل الوظيفي من باحث مفتش مدير عام لوكيل وزاره، ف يعني جايب العمل من اسفل لقمه الهرم، ف وبرضه بفضل تعاون الزملاء معانا في اداء العمل والحب والتناغم بينا بنأدي العمل على اكمل وجه في حدود الامكانيات المتاحه، ورغم نقص العدد في العماله والصعوبات والمشاكل اللي بتقابلنا بفضل التعاون برضه وتوجيهات القياده برضه عندنا، الحمد لله كل المشاكل والمعوقات بتزال. احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك منظومه التموين في المحافظه، عايزين نتكلم عنها. اولا اهلا وسهلا بكم. عندنا هنا في محافظه الدقهليه بتشمل طبعا عدد سكاننا في حدود 7 مليون مواطن. عندنا بنقدم منظومة التموين بتبدأ من رغيف العيش للمواطن من خلال 1800 مخبز على مستوى الدقهلية متوزعين توزيع جغرافي من النجوع والقرى والمدن. ال 1800 مخبز دول فيها كل مخبز على الأقل 3 حصص احتياطي لأي طارئ، دول موجودين في المخابز. عندنا المنظومة متكاملة من توفير دقيق للمخابز،
للعمل الجاري على توفير الخبز من الساعة 5 صباحا حتى انتهاء الانتاج بفضل الله تعالى وفضل توجيهات معالي الدكتور عالم صلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. موفر احتياطي استراتيجي في جميع المخابز الجمهورية مع احتياطي استراتيجي في المطاحن لكل مطحن 3 حصص. عندنا القمح بتاعنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندي 5 صوامع بمحافظة الدقهلية فيهم مخزون استراتيجي يكفينا فوق ال5 شهور. عندي مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة فيها جميع السلع التموينية ال22 سلعة للحكومة بتوفرها للمواطن من خلال الدعم على بطاقة التموين، 22 مخزن على مستوى الدهلية بيوفروا السلع. عندي المستودعات البتجاز، عندي محطة البنزين، عندنا المنظومة متكاملة. في خلال جائحة كورونا بفضل الله تعالى وبفضل القيادة السياسية والوعي ان ما كانش فيها عندنا اي نقص في اي سلع تموينية، ما فيش مواطن جه اشتكى من في عجز من اي سلعه سواء رغيف عيش او سلعه تموينيه او انبوبه بوتاجاز او اي شيء يكون، لان بفضل الله تعالى عندنا الاحتياطي متواجد وبوفره وفي سهوله ويسر في صرف السلع التموينيه للمواطن من خلال منظومه متكامله بيعمل عليها افراد مكلفين خلال 24 ساعه رقابه بتوجيهات القياده العليا ومتابعتنا مستمره له. انا كنت عايز ارجع لحضرتك ونبدا بدايه. بعض المواطنين قدموا شكاوي وبيتكلموا على حذفهم عشوائيا من البطاقات التموينيه في الفتره الاخيره، وده تقريبا في مصر كلها، بس احنا كنا عايزين نتكلم في محافظه الدقهليه. على الرغم ان هم يعني قدموا ورق وتظلمات بيثبت ان هم ما عندهمش سيارات او بيمتلكوا فواتير غاز او 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 نور عاري، فايه الدور؟ ليه لحد دلوقتي التظلمات مش مفتوحه؟ والله هو موضوع جت كورونا هي اللي عطلت العمل بالانظمه الحذف وده، بس هو كل مواطن النهارده له حق بيجي يقدم لنا تظلمه عادي، وبنرفع الامر لمعالي الوزير وفي ناس تقابلت تظلماتها المستحقين، لان طبعا دي منظومه متكامله كافه الاجهزه الحكوميه مرتبطه بداتة معلومات عن طريق الرقم القومي. فالنهارده ما بينفعش اي حد يكون عنده حاجه باسمه ويقدر يداريها، اما الداتا موجوده، اما الانسان اللي تظلم بطريق الخطا او عشوائي لا بيجي ما يثبت ذلك وبنرفعه لمعالي الوزير، وفعلا بنمشي في اجراءات اعادته للتموين الثاني عادي ما فيش مشاكل. عددهم كبير ولا لا؟ لا لا، هنا حاجه بسيطه جدا للناس اللي هي لها حقوق ويعني وفي طريق الحصول عليها، اعداد بسيطه جدا عندنا هنا محافظه الدقهليه. طيب التنسيق، لو اتكلمنا على ضبط الاسعار وضبط الاسواق. طبعا احنا عندنا هنا في موضوع ضبط الاسواق منظومه متكامله من خلال حملات مشتركه مع جميع الاجهزه الرقابيه. معايا هنا المباحث التموين خير السند لنا، هنا عندنا الصحه والطب البيطري في تنسيق متكامل، وفي جهاز حمايه المستهلك برضو بنتعاون كلنا في ضبط الاسواق. عندنا طبعا منظومتنا في ضبط الاسواق، انا عندي حملات مستمره من خلال مفتشين بالمكاتب ثم الادارات ثم المديريه، والوزاره بتنزل برضو متابعه لنا هنا، فجميع الاسواق يعني مراقبه على مدار ال 24 ساعه. طبعا من خلال غرف عمليات مفتوحه على مدار ال 24 ساعه من الادارات والمديريه والمحافظه والوزاره ورئاسه الوزراء، كافه غرف عمليات بتتلقى الشكاوي على مدار ال 24 ساعه، والفحص خلال 72 ساعه بيكون الفحص تم خلال اي شكوى لاي مواطن. هل لو حضرتك بتقابلوا صعوبات التنسيق مع الجهات الاخرى؟ لا، بفضل الله تعالى برضه وبفضل هنا التوجيه مع المحافظ في تنسيق و تم بيننا وبين الاجهزه المعاونه لنا هنا في المحافظه، وفي حملات مشتركه بيشرف عليها هو والهيئه الرقابه الاداريه، كل اسبوعين بنطلع حمله مخبره على احد المراكز في جميع المجالات برضه لضبط الاسواق وتوصيل رساله للمواطن ان الدوله متابعه
تأدية الخدمات في كافة المجالات، ولو في مشكلة بتتحل وقتي في خلال الحملات المفاجئة اللي برئاسة محافظي. عايزين برضو نعرف من حضرتك أبرز الحملات اللي حضرتك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى قمت بيها، وكانت يعني الحاجات اللي كانت بارزة أكتر، يعني ممكن كان في إيه؟ يعني ضبط السعر، الأسواق، الرقابة على المخابز. بفضل الله تعالى احنا حملاتنا في شمل على كل حاجه، يعني احنا بالنسبه عندي فريق عمل على المخابز ده بيقوم الساعه 3 الفجر لمتابعه انتاج الخبز من الساعه 5، ده حملات مستمره سواء من المديريه او الادارات او المكاتب، لان رغيف الخبز بيبدا انتاجه من الساعه 3 قبل الفجر عشان المواطن يلاقيه جاهز على الساعه 5. فبالعمليه الانتاجيه ومتابعه المخابز دي بيتم على مدار التوقيت ده. في حملات لمتابعه الاسعار، ضبط الاسواق، في حملات رقابه على ضبط جوده المنتج مدى صلاحيته، سحب عينات غذائيه نشوف مدى مطابقه المواصفات القياسيه، في حملات مشتركه مع تفتيش الصيادله على الصيادله، في دخلنا مجال موضوع العيادات الخاصه دخلنا عليه وعملنا حررنا مخالفات، ضبطنا في هنا في اكتر من مكان استخدام ادويه منتهي الصلاحيه في مستشفيات خاصه وتتخذ الاجراءات القانونيه ضدها. لا بفضل الله تعالى احنا يعني في تنسيق الدمغه والموازين على موازين المحطات تعبئه الغاز ومحطات تموين السيارات نشوف الدمغه، يعني كل كافه الانشطه بنتابعها بالتنسيق مع الاجهزه المختصه بيها. في ظل الحملات اللي حضرتك بتقوم بيها اكيد في دور في الرقابه على الاجراءات الاحترازيه واتخاذ الاجراءات الاحترازيه اكيد في بعض المطاعم والاماكن العامه. كنا عايزين برضو نعرف نبذه عن الدور اللي حضرتك بتقوم بيه. والله هو الدور اللي في ظل الجائحه كورونا ديت طبعا الدنيا اختلفت شويه في موضوع العمل، فالزملاء بينزلوا برضو واخدين الاحتياطات اللازمه، وطبعا احنا كنا في عندي جهاز اسمه جهاز الارشاد الاستهلاكي قام بحمله وتوعيه على المحلات العامه والنوادي والمدارس والنوادي ليه توعية المواطن ازاي يقي نفسه من الفيروس ده، وازاي انا في الحالات المحلات العامة ازاي برضو اخد حرصي. فكافة الاجهزة وتعليق ملصقات والارشاد وعمل ندوات تثقيفية، لا في منظومة متكاملة بتقدم باسم المديرية والاجهزة المعاونة للمحافظة على مستوى المحافظ الدهلي. أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك عن موضوع بيهم كل المواطنين خاصة في بداية دخول فصل الشتاء، المحروقات والغاز. كنت عايز أسأل حضرتك عن توفير المخزون اللي موجود، هل ده بيكفي المحافظة فترة فصل الشتاء؟ طبعا بفضل التوجيهات معالي الدكتور علي مصالح وزير التموين ان احنا عندنا بدايه الشتاء فعلا خدنا الاستعداد تزويد الحصص المعروضه من داخل الشركات المموله سواء شركه بتروجاز الغاز، لا كميات الضخة زايدة لان طبعا احنا داخلين على موسم الشتاء فبتبقى استخدام المحروقات اعلى. المواد البترولية الأخرى متوفرة بكميات عندنا احتياطي يكفي مدة منها، لا الحمد لله واخدنا احتياطاتنا مع الأجهزة مع الرقابة على الأسعار والتوزيع بفضل الله تعالى ما فيش أي مشكلة عندنا في المجال ده، بالإضافة للمتابعة المستمرة للأسواق. بالنسبة للمستودعات، هل المستودعات كافية في المحافظة؟ جميع اللي عندي المراكز كلها متغطية بمستودعات البتوجاز ومحطات تموين السيارات، ما فيش عندنا في حاجة فيها عجز أو نقص فيها سواء الكم أو الكيف. طيب بالنسبة بقى للضبطيات القضائية اللي حضراتكم بتعملوها في الفترة الأخيرة، تقريبا ضبط اللحوم اللي هي غير صالحة للاستخدام الآدمي في بعض المطاعم الشهيرة أو كده كانت منتشرة بشكل كبير، كنا عايزين نعرف إيه سبب يعني قصر ضبط القضايا اللي زي كده؟ هو موضوع الضبطيات في المطاعم ديت هي بتختلف بس من اولا بالاشتراك مع الطب البيطري، الحملات مستمره
فممكن بس سوء استخدام او سوء طرق التحفظ على اللحوم ديت هي اللي بتؤدي لحاله الفسد فيها، يعني انها تفسد. إنها طبعا كان الجو حر وما فيش واخذ الاجراءات المحافظه عليها، فدي بتؤدي لسرعه، وخاصه اللحوم اللي متبله وديت بتبقى سرعه تلفها سريعه. فطبعا كان فعلا في ضبطيات كميات كبيره، وفي مولات مشهوره لحوم برضه هنا بالدقهليه كان كميات كبيره وعدد كبير. يعني بالعكس احنا في خلال الشهر ممكن نعدي 1500 مخالفه على مستوى الدقهليه، فيها كميات مختلفه من الانواع، من سلع غذائيه، من ادويه، من لحوم، من يعني مواد بتروليه. لا الضبطيات كتيره. يعني انت عايز اعرف ايه العقوبات اللي بيتم ردعهم بيها؟ يعني احنا دورنا في موضوع الضبطيات بناخد الاجراءات القانونيه، بنحرر المخالفات ونعرض على النيابه، والنيابه هي صاحبه التصرف. طبعا العقوبات رادعه في استحداث العقوبات، في قوانين العقوبات، لا العقوبات رادعه وكافيه فعلا في الوقت الحاضر لردع اي من يسول له نفسه ان فعلا يضر بالمجتمع او بالمواطن المصري. حضرتك شايف القوانين الخاصه بالردع اصحاب المخالفات اللي زي كده كافيه ليهم، ولا ممكن نستحدث قوانين اخرى علشان نقدر نضبط الاسواق اكتر واكتر؟ لا هو في الوقت الحاضر فعلا القوانين دي رادعة تكفي لذلك، لان القوانين فعلا والعقوبات مغلظه فعلا في الوقت الحاضر، سواء لاصحاب المخابز المخالفين او التجار التموينيين او المخالفات العاديه كسلع غذائيه منتهى الصلاحيه او ما خلف ذلك. فعلا لا العقوبات كافيه والجزاء رادع فعلا، لان النهارده ما عادش في تسامح في اي حاجه. ففعلا من يخالف يستاهل العقاب. محافظة الدقهلية محافظة كبيرة جدا تشهد توسع جغرافي في جمهورية مصر العربية. هل عدد المفتشي الضبطيات القضائية اللي موجودين في المحافظة كافية ان هي تغطي المحافظة كلها؟ لا طبعا النقطة دي حساسة بالنسبة لنا. لا هو طبعا عدد المفتشين احنا في مجال الوقت عدد قليل جدا، لان طبعا ما فيش تعيينات وكده، فكم كبير من المفتشين ذو الخبره طلعوا، واللي موجود عدد محدود. فلولا ان استخدمنا بقى يعني الوسائل التواصل والسيارات وده هي اللي بنحاول نعوض بيها نقص العدد، بس العدد غير كافي. بتتغلبوا على ده باستخدام وسائل وسائل اخرى كده، فهو بيحل المشكله. كنت عايز برضه اسال حضرتك عن نشر الوعي، دور المديريه في نشر الوعي بين المواطنين، والخدمه الاعلاميه اكيد اللي حضراتكم بتقدموها سواء عن طريق ضبط بعض المخالفات او ايضا نشر الوعي في كل القطاعات المختلفه بالتنسيق معاهم. ايه هو الدور اللي حضراتكم بتقدموه للمواطنين في نشر الوعي؟ اولا احنا دورنا حساس، لان احنا المواطن بيصطبح يعني في طلعه النهار كده بيتعامل معانا احنا رغيف الخبز ده في اول حاجه، وخاصه اهلينا في الارياف هو يعني الطعام الرئيسي فيها او الحاجه الاساسيه. فان ما كانش راضي عن الخدمه اللي بتؤدى فبيبقى مردوده على الدوله مش كويس يعني. ففعلا ده الدور الاساسي اللي احنا بنقول، كنا دايما نقول حسن معامله المواطن وحسن تاديه الخدمه له هي دي دليل انني بقدم. وبعدين انا بخدم اهلي، انا ما بخدمش حد غريب، انا ده اهلي واخواتي وناسي فانا بخدمهم، فلازم تكون الخدمه على اكمل وجه. ورضاء المواطن عن الدوله من خلال الخدمه اللي احنا بنقدمها، فدي الرساله اللي بنأديها للمواطن. بما ان حضرتك اتكلمت عن الخبز ورغيف العيش، كنت عايز اعرف راي حضرتك عن منظومه الخبز الجديده، يعني ناخد خلفيه ونتكلم عنها وراي حضرتك بكل شفافيه. منظومه الخبز الجديده الاقاويل زادت عليها، اما هي في صالح المواطن. اولا المواطن ما بيستهلكش الخمس رغيفات بتوعه، بالعكس احنا عندنا في الارياف في يعني في عاده سيئه شويه ان معظم المواطنين سايبين البطاقه التموينيه بتاعتهم يا اما مع صاحب المخبز يا اما مع التاجر التمويني، فده بيضيع على الدوله جزء كبير من الهدار المال العام بطريقه طبعا خفي، هو ما يعرفش الموضوع ده.
المواطن اللي انا بستهلك كمواطن 3 رغيفة في اليوم، سايب رغيفين اللي هم نقاط الخبز. نقاط الخبز ده صاحب المخبز او صاحب التاجر التمويني بيستفيد منهم كدعم مباشر، اللي هو الدقيق اللي المفروض اوفره للدوله. ف لا هو بيستفيد بيها لان بيضرب البطاقه حصه كامله وبيحاسبه على فرق النقاط بعيد عن الدوله. فدي يا ريت يكون عن طريق حضراتكم برضو في الوعي ان المواطن لازم البطاقه ما يسيبهاش لا في مخبز ولا في عند تاجر تمويني، لانها خاص حق خاص به. فالحق اللي يوفره يبقى وفره للدوله، ما وفروش للتاجر او لده. الدوله بتعوضه ب10 قروش للرغيف الواحد، في حين ان صاحب المخبز بيتاجر عليه بيسيب له 20 قرش و30 قرش في الرغيف، لان بياخد اضعافهم من الدوله، يعني 3 أضعاف بياخد بيستفيد من النقطه دي. فكانت لازم المنظومه تستحدث فيها شيء، وهو المرحله الاخرانيه من الاستحداث غطى جزء من التوفير ده، بس بطريق يعني طريقه كده جميله، بحيث ان المواطن نوفر جزء للدوله من الحق المهضوم على الدوله. كنت عايز برضو ارجع لحضرتك، بما انك اتكلمنا برضو في دور المواطن في دعم الدوله والدوله بتدعم المواطن، بعض اصحاب المحلات التموينيه اوقات بان هم بيستغلوا جهل بعض المواطنين في معرفة نقاط الخبز أو نقاطهم وسحقهم في بعض السلع التموينية. يعني مثلا حضرتك صاحب بطاقة فبيروح لصاحب محل التموين، محل التموين ممكن يقول له ده الاستحقاق. إزاي المواطن يعرف هو يستحق إيه من الدولة وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه؟ أولا الموضوع سهل بسيط جدا، أنت في كل شهر بتاخد تقطع بن العيش بيطلع لك الكمية المستهلكة والكمية المتبقية، فمن السهولة لما كان أنت تعرف كم الخبز أو كم النقاط اللي باقي عندك. اللي باقي عندك دي بتضربها في 10 قروش دي في نهايه الشهر، فعرفت مقدار النقاط الخبز لك. نيجي للتموين، للتموين بتاع حضرتك، لو البطاقه فيها 4 أفراد كل فرد له دعم 50 جنيه في الشهر، ما زاد عن الاربعه 25 جنيه يعني محسوبه، لو كنا 4 أفراد ب 200 جنيه مع نقاط الخبز بتحسب ده. تاني حاجه مقرر للتاجر التمويني ان انا مسعر له السلع ومكتوب على كل سعر سلعه سعرها، فسيادتك معروف انك انت بتحسب عادي وباجمالي، تجمع الحاجات اللي انت اخذتها مع الكميه اللي المفروض تاخدها وتشوف لو في فرق. عندك اكتر من وسيله تواصل معانا، يا اما تواصل بالتليفون يا اما بالفاكس يا اما بشكوى رسميه في اقرب مكتب تموين من تضررك من عدم حصولك على حقك من التاجر التمويني ده. لما حضرتك حد بيجي يقدم شكوى ايه هي الاجراءات اللي حضراتكم بتقدموها؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي عندي تواصل بالتليفون، عندي بالفاكس، عندي عن طريق تقديم شكوى رسميه، ده متاح لاي مواطن. ومش شرط علينا ان احنا مثلا نقول لا ده ملوش حق، لا بتنزل تفحص خلال 72 ساعه زي ما قلت لحضرتك، الشكوى بتفحص ويتم تبليغ الشاكي بالمضمون. دور وزاره التموين بشكل عام والمديريات بشكل خاص مهم جدا في القضاء على البطاله، وده اللي دايما بيتكلم فيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. دور شباب الخريجين مهم، ودور المديريات ووزاره التموين ليه جزء كبير في الجزء ده. ايه هي دورهم في ضبط السلع في بعض المناطق النائيه والتسهيلات اللي حضراتكم بتقدموا ليها؟ اولا الوزاره برضو على راسها معالي الدكتور علي مصلحي موفره في الموضوع ده السيارات للشباب الخريجين، وفعلا متعاقدين عندنا هنا في حدود داخلين في 25 خريج بسيارات، دول هنا معاهم سيارات مجهزه بتبريد، الوزاره بتوفر لهم السلع وبنوفر لهم اماكن التوزيع، المناطق النائيه والمراكز المتطرفه، وشغالين فيها معانا هنا ده من خلال الوزاره. عندنا في المحافظة هنا من خلال منافذ التوزيع اللي حضرتك شايفها ان دي منتشر برضو في الداخلية في توزيع السلع الغذائية. عندنا طبعا برضو ما ينتهيش لقائنا ده، انا بقول لك احنا عندنا حالة فريدة في الجمهورية، اللي عندنا السلع اللحمة المبردة 70 جنيه على مستوى الداخلية، دي لحمة فريش جاية من السودان ومذبوحة من خلال منافذ المحافظة، دي موجودة ب 70 جنيه.
برضو عامله توازن في سوق اللحوم عندنا بين اللحمه اللي هي الجزارين والمنافس. كنت عايز اعرف برضو من حضرتك التسهيلات اللي بتقدموها لشباب الخارجين، ولو في بعض من شباب الخارجين حابب ان هو يقدم في جمعياتي او في بعض الحاجات اللي هي خاصه بشباب الخارجين، ايه هي الاجراءات المطلوبه والتسهيلات اللي حضراتكم بتقدموها؟ بالنسبه لبرضه الشباب الخريجين، هو مشروع جمعياتي اللي برضه متبناه الدكتور علي المصلحي، وفي عندنا هنا طبعا موضوع جمعياتي ده هو بديل التاجر التمويني. نبذة من حضرتك عن جمعياتي برضه لبعض الناس اللي هتشوفنا او الشباب، علشان هو كل ما هناك ان كان احنا خلصنا المرحله الثالثه الاولى والثانيه والثالثه، المرحله الرابعه داخلين عليها في معايناتها، هي عباره عن الشاب كان بيتقدم بطلب او الشابه بطلب ان المكان عنده المكان 30 متر ويكون خريج احد الجامعات وبس، يا دوب هو ده اللي بيقدمه وبياخد موافقه مبدئيه من معالي الوزير، بننزل نعين له المكان، شرط ان يكون المكان قابل للترخيص ومساحته 30 متر. ثاني حاجه عندنا بقى مدى احتياج المنطقه له، مش هقدر افتح اكتر من تاجر جنب بعض عشان برضه لان انا مرتبط بكم عدد بطايق، لان هو مش هيصرف الا عن طريق البطايق. فمتوسط صرف اقل تاجر على الاقل 500 بطاقه. فطبعا فتحنا عدد في حدود 400 محل هنا في الداخليه مشروع جمعياتي، وان شاء الله في المرحله الرابعه بنستكمل بقيه الطلبات حسب المناطق المحتاجه، حسب احتياج المناطق وحسب الكثافه السكانيه. طيب هو ايه الفرق بين مشروع جمعياتي وبين اصحاب المحلات التموينيه؟ يعني عشان برضو في ناس بيبقى عندها لغط في الاثنين. لا، هو المشروع جمعياتي ده هو الشكل المستحدث للتاجر التمويني القديم. بس يعني التاجر التمويني ما عادش فيه حاجه، ما بنفتحش تجار تموينيين. هو ده الشكل الحديث للتاجر التمويني بس لا اكثر ولا اقل. هل في حضرتك اجراءات قادمه لو لا قدر الله مصر شهدت جائحه كورونا مره اخرى؟ لا، احنا بالنسبه لنا احنا عندنا الاستعداد طبعا، الاستعدادات الوقائيه طبعا بيننا وبين الزملاء هنا، واخدين احترازاتنا وكاجراءات وقائيه، وفي غرفه عمليات واسعافات اوليه وتعقيم، كل الارشادات دي متاخد بها على جميع مستوى الادارات والمكاتب التابعه لنا ان شاء الله. كنا عايزين برضه ناخد من حضرتك رساله اخيره للمواطنين في محافظه الدقهليه، سواء عن طريق نشر الوعي او رساله من قلب حضرتك لو عايز تقول لهم. والله هو اولا انا يعني بطلب من اهالينا في الدقهليه كلهم ان هي موضوع بطاقه التموين دي حاجه خاصه بك كمواطن، ممنوع التنازل عنها لاي طرف سواء تاجر تمويني او مخبز، لان ده حق الدوله مدياك حقك، فما تنازلش عنه حفاظا على حقك وحق الدوله. دي حاجه. ثاني حاجه، لو في اي شكوى في اي مجال سواء بالاسعار او بالسلع المعروضه او بالخدمات اللي بنأديها، التليفونات موجوده، غرف العمليات مفتوحه 24 ساعه، غرفه عمليات المحافظه والوزاره ورئاسه الوزراء كلها مرتبطه ببعض، خلال 72 ساعه الشكوى بتتفحص، ولو ليك حق بتاخده مباشره. احنا برضو هنعرض لمشاهدي محافظه الدقهليه تليفونات الشكاوي الخاصه بمديريه التموين لو حد يقدر يتواصل مع حضراتكم. واحنا بنشكر حضرتك الاستاذ المحاسب السيد محمد دايره على اللقاء ده، بنتمنى لحضرتك التوفيق جدا. شكرا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم. شكرا، شرفت وانست واهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق اجمعين. طبعا احنا هنا النهارده في مجلس مدينه شربين وفي برنامج بكرة أحلى مع الإخوة المحترمين في قناة الصحة والجمال. أنا حبيت أن أنا بالنسبة لطارق بيه رئيس مجلس مدينة شربين أن يكون تكريمه على الهواء، احنا بنكرمه دائما، ولكن الراجل في مجهوداته وعمله الجد هو وفريق العمل المتمثل في النواب مثال الاستاذ المحترم طه ابو العيش والاستاذ الاستاذ محمد عوض وباقي الاساتذه المحترمين، لهم مننا الشكر والتقدير على ما يبذلوه في عملهم تجاه مركز شربين ومواطن شربين بالاخص.
واحنا شايفين ان هم بيسهلوا على المواطن كل الامور، فتكريمه وجب علينا ان نكرمهم على الهواء، خاصة رئيس مجلس المدينة والسادة النواب، والشكر والتقدير لهم جميعا. وأترك الكلام بقى للأستاذ المذيع بتاعنا يعمل برنامجه معاه، وكل عام وانتم طيبين. وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في تغطية خاصة لأبرز مراكز ومدن ومحافظات جمهورية مصر العربية في بكرة أحلى. نتكلم على دور المجالس التنفيذية في محافظات مصر، علشان دور المجالس التنفيذية دور مهم جدا في العديد من القضايا والمشاكل والحاجات اللي بتواجه مصر والمواطن المصري البسيط. علشان كده احنا النهاردة في مركز ومدينة شربين محافظة الدقهلية، علشان نعرف أبرز الأعمال والتطورات اللي بتحصل في المركز والدور اللي بيقوم به المركز من أجل مصلحة المواطن المصري. عشان كده بنرحب بالأستاذ المحاسب طارق شكري رئيس مركز مدينة شربين. في البداية كنا عايزين نعرف من حضرتك السيرة الذاتية بتاع حضرتك للمشاهدين ومواطن شربين ومواطن محافظة الدقهلية. أهلا وسهلا بكم في شربين وفي محافظة الدقهلية. أهلا بحضرتك. أنا اسمي طارق شكري بولس، حاليا رئيس مركز مدينة شربين. ابتديت العمل في التنمية المحلية بتعييني في ديوان عام محافظة الإسماعيلية. تدرجت في الأعمال في ديوان عام محافظة، كنت ماسك تنمية وتخطيط ومركز معلومات، إلى أن وصلت لدرجة مدير عام مركز معلومات ديوان عام المحافظة. وبعد كده تم اختياري من قيادات التنمية المحلية، مسكت مركز مدينة فايق في محافظة الإسماعيلية، وبعد كده مسكت مدينة محل الدمنة هنا في الدقهلية، وبعد كده جيت على شربين تقريبا بقالي حوالي سنة. كنا عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك المستقبلية للإدارة في مركز ومدينة شربين. الحقيقة مدينة شربين مدينة جميلة جدا وهيلة، تقع على فرع دمياط، الحركة التجارية فيها كبيرة جدا، فهي على الرغم من محدودية المساحة بتاعتها إلا أن الحركة التجارية والحركة التنموية فيها حركة واعدة جدا. علشان كده احنا كان لنا بعض الرؤى علشان خاطر تطوير المدينة لاستقبال التنمية اللي المفروض تبقى موجود فيها. في بعض المشاكل اللي هي موجودة في المدينة تعتبر مشاكل أزلية، مش أزلية يعني بقى لها فترة طويلة. الزحام، المدينة ليها مدخل واحد من الناحية الجنوبية ومدخل واحد من الناحية الشمالية. المدينة ما فيهاش موقف واحد كبير، لأنها فيها عدد من المواقف يمكن يتعدوا أكثر من 16 موقف فرعي في أماكن كتيرة، فده مسبب برضه زحام كتير. فإحنا في رؤيتنا للتطوير أولا بنسعى حاليا لتشغيل الموقف العمومي لمدينة شربين. هو في بعض المعوقات الإدارية مع جهاز الري من بيت الري في الدقهلية، جاري حلها طبعا، المحافظة بتساعدنا في كده، بس معالي السيد سكرتير العام بتوجيهات من معالي السيد الوزير المحافظ دكتور أيمن مختار، هو اللي بيقود بنفسه لجنة الحوار مع بداية الري عشان خاطر نقدر نذلل الصحاب الموجودة، نقدر نفتح إن شاء الله الموقف الجديد بإذن الله في خلال شهرين ثلاثة الجديد. هو الحقيقة الموقف بتاع شربين هيحل جزء من المشكلة، لأنه طبعا هو مش قادر يستوعب إجمالي العربيات الميكروباص اللي موجوده عندنا في المدينه، انما هياخد جزء معقول منها يعني. ده هيدينا فرصه ان احنا نقدر نوسع شويه في الاماكن ونعمل شويه تطوير في مدخل البلد يعني، وده هيرجع بالفايده على التطوير بتاع المدينه بالكامل. في عندي كمان جنب تطوير تشغيل الموقف العمومي، في عندنا سوق للسوق باعة جائلين. الحقيقة السوق ده كان شغال من فترة، بس تم التوقف به والباعة سابوا السوق وطلعوا بره في الشوارع وعاملين زحام وكده.
احنا دلوقتي عملنا دراسة، وانا جبت بعض الاستشاريين عشان خاطر نعمل تخطيط لإعادة تشغيل السوق. هو محتاج تقسيمات من جوه، ويحتاج نعمل له سقف ونعمل له شوية حاجات، بيحتاج تمويل في حدود 500,000 جنيه جاري تدبيرهم. وانا دلوقتي بعمل خطة للتطوير، خطة شاملة للتطوير هيتم عرضها على صندوق تطوير العشوائيات عشان نقدر نجيب منه تمويل نعمل بعض المشروعات الموجودة في المدينة، ومن ضمنها إن شاء الله تطوير السوق. لما يخلص تطوير السوق بإذن الله ده ممكن يستوعب جميع الباعة الجائلين اللي موجودين في الشوارع، وده معناه برضو تقليل الازدحام والحد من انتشار الزحمة العشوائية ديت، وكمان ده هيأثر تلقائيا على مشكلة النظافة ومشكلة البيئة ومشكلة الإشغالات وحاجات كتيرة يعني. جنب الموقف ده احنا عندنا الحقيقة شربين طول عمرها كانت موجودة بمدخل مدينة واحد، فاحنا دلوقتي بنفكر ازاي نعمل اكتر من مدخل ومدينة. ويمكن انا في خطة التطوير الاولى اللي بدأنا فيها حاليا بدأنا نعمل مدخل عن طريق جنب الكوبري العلوي، مدخل يدخلنا على المزلقان السكة الحديد اللي في نص شارع الجيش، وده يخلينا ما نخشش من المدخل خالص انما نخش على نص البلد على طول. ده يقلل شوية من الزحام اللي موجود في اول شارع الجيش وفي كوبري المرور. كمان بنفكر دلوقتي نستكمل رصف بتاع ده تخطيط المصرف الدنجاوي اللي في شمال البلد، وده مكان لو اتغطى بيبقى مساحته فوق ال 40 متر، فده ممكن يتعمل مدخل مزدوج للمدينه طالع على الطريق السريع بتاع شربين دمياط، وهيحقق سيوله كبيره جدا لدخول وخروج المدينه. الى جانب ان احنا هنحاول كمان دلوقتي نعمل كفكره يعني ان احنا نوجد منزل تاني من الناحيه القبليه عن طريق احنا عندنا كوبري علوي على حدود مدينه شربين، نحاول نعمل منه مطلع ومنزل على الطريق العام بتاع كفر الدبوسي، وبكده نعمل بدل المدخل الواحد 4 مداخل لمدينه شربين، وده يحقق سيوله وسهوله مروريه كبيره ان شاء الله. بخلاف مشكله الازدحام او الباعة الجائلين، هل في قضايا اخرى من أولويات الصارق في مدينة شبيه؟ الحقيقة احنا عندنا برضو من ضمن الأعباء اللي الناس بتشوفها كبيرة في مدينة شربين، في حاجة موجودة دلوقتي هي إدخال الغاز الطبيعي لمنازل ومدن وبيوت شربين، وده أدى إلى أنه شركة الغاز حفرت تقريبا كل شوارع شربين. عندي مشكلة مع الأهالي إنهم يمكن 60% من الشكاوى الموجودة كلها أنتوا ليه ما بتسفلتوش شوارع شربين؟ أنا عايز أقول بمنتهى الوضوح إحنا ما نقدرش نشتغل في السفلتة إلا لما شغل الغاز يخلص. حتى الآن أنا بتكلم مع شركة الغاز وبعت لهم جوابات باستمرار عشان نقدر نستلم أي منطقة من المناطق السبعة بتوع الغاز اللي موجودين في شربين عشان أبتدي أعمل إعادة رصف وإعادة الشيء لأصله عشان تبتدي معاناة الناس تقل. إلا إنه في حاجات برضو قدام الشركة، أولا التجارب ضخ الغاز ضخه مع نسبة ضغط، كل ما بيزودوا نسبة الضغط كل ما في أماكن بتسمع فيها التنفيسات والكده بيضطروا يحفروها عشان يقفلوا اي فتحات موجوده. كمان في بعض الناس الغير مقيمه في شربين، فده بيؤدي لتاخر دخول الغاز في البيوت بتاعتهم، وطبعا ما ينفعش اصف طول ما المنطقه ما خلصتش بالكامل، وبالتالي شركه الغاز حتى الان ما سلمتنيش ولا منطقه، فانا مش قادر اشتغل في اعاده الشيء لاصله الا بعد الانتهاء ما يخلص الشربين. انما الشيء الايجابي ان احنا تقريبا وصلنا لاكثر من 85% من حجم انجاز الغاز في شربين، فده معناه انه اللي باقي حاجات يعني ممكن تبقى محدوده.
نقدر بعد كده إن شاء الله نعيد رصف المدينة، وأنا ببشرهم في اعتمادات موجودة، وأنا استكملت خلال الشهر احنا فيه ده بقيت قيمة إعادة الشيء الأصل من شركة الغاز. احنا وصلنا لغاية دلوقتي حوالي 1,000,000، ومنتظر يجي لنا حوالي 850,000 جنيه خلال مثلا 15 يوم كمان، ده بيعمل لي 2,000,000 جنيه. احنا كمان بعتين مطالبة لشركة الكهرباء ب 2.5 مليون جنيه، فمتهيألي المبالغ دي لما تيجي تقدر تعمل مناقصة كبيرة لإعادة الشيء الأصل. كمان من ضمن التطوير اللي انا كنت عامله او اللي انا مقترحه قدمته للسيد السكرتير العام، عندنا جزء من المدينه هنا هو المدينه القديمه. المدينه القديمه عباره عن شوارع مش مستقيمه، الشوارع كلها دائريه وداخله في بعضيها وصغيره، فاحنا ممكن نستفيد من التصميم بتاعها ده ان احنا نعمل رصف بس مش بالاسفلت، بالانترلوك، بنعمل خرسانه في الارض وبعد كده نعمل انترلوك، فالانترلوك ده في الاماكن الدائريه والاماكن الجميله بيبقى منظر جمالي، وممكن ان انت تشيله وتفكه وتركبه تاني ويعمل معانا شغل كتير، بس ده ما بينفعش في الاماكن اللي المفروض بيمشي فيها عربيات نقل تقيل كتير. انما الحته اللي جوه البلد اللي هي شوارعها دائريه مش بيمشي فيها عربيات نقل، فدي سهل جدا يتعمل فيها وهتبقى منظر تطوير جمالي جميل جدا جوه المدينه. ده من ضمن الافكار. كمان احنا عندنا الطريق السريع المنصوره دمياط، ده مسبب لنا مشكله كبيره قدام مدينه شربين. العربيات النقل اللي جايه من ميناء دمياط ورايحه لكل انحاء الجمهوريه بتعدي من قدام مدينه شربين، والحمولات الثقيله اللي في اغلب الاحيان بتبقى اقصى من المسموح به بتدمر لنا الاسفلت بتاع الطريق. الطريق احنا بالمشاركه مع الهيئه العامه للطرق والكباري، لان هي صاحبه الولايه على الطرق العامه، قدرنا نعمل فيه بعض الترميمات مرة واثنين وثلاثة واربعة، الا ان حجم وكثافة المرور عالية جدا. فدلوقتي احنا بنفكر يعني حل المشكلة دي ايه. هو الحل في حل يعني صغير قصير الامد وحل طويل الامد. الحل قصير الامد ان احنا نعمل كوبري قدام مدينة شربين يضاهي الكباري اللي اتعملت في ميت غمر وفي كفر شكر على امتداد الطريق، وده بيعمل شويه سيوله، كوبري علوي طبعا، وده بيعمل شويه سيوله في الشارع. انما انا شخصيا كراجل بتاع تخطيط بقى وتنميه وكده، شايف انه الحل الانسب هو ان احنا نعمل طريق دايري يلف حوالين المدينه بحيث ان عربيات النقل ما تخشش خالص، فيبقى الكثافة المرورية اللي عاملة لي دايما مشاكل انا بحيدها خالص، وبالتالي الطريق بيرجع طريق محلي يقدر يمشي عليه العربيات الملاك والعربيات النقل الصغيرة اللي بتخدم المدينة، وده يحقق لي نوع من الاستقرار شوية في ثبات الطريق وفي حمولته وفي تشغيله وفي صيانته، وده يحقق برضه خدمة كويسة جدا لأهل البلد. كنت عايز اقول لحضرتك الجزء الثاني، هو جزء مهم حاليا بيهم الرأي العام في مصر بشكل عام. تصالح قضية التصالحات وقانون التصالحات هام جدا للحفاظ على أملاك الدولة وعلى ربة الأراضي الزراعية. إزاي حضراتكم بتاخدوا مواقف رادعة مع المخالفين بالتعدي على الأراضي الزراعية؟ وإيه هي الإجراءات المتبعة في المركز بشكل عام؟ لأن مركز شربين ومحافظة الدقهلية هي محافظة زراعية بشكل. حضرتك في بداية قانون التصالح احنا عملنا حصر جامع كامل لكل المخالفات، وعملنا حملة إعلانية شاملة في كل الوحدات القضائية اللي تابعة شربين والمدينة والتوابع، وفهمنا الناس ان هذا التصالح هو طبعا لفايدة الناس ولتحقيق مصالح ليهم، لان طبعا كل واحد بيقدم على مصالحه بتعتبر في ايده زي رخصه، ودي ممكن حتى هو ما يشطلهاش حتى لو خارج الحيز العمراني. ففعلا الناس ابتدت تستجيب،
وابتدت تشتغل. احنا من بداية تطبيق قانون التصالح لغاية 15/7 كان عندنا حوالي 8500 طلب تصالح. مع 15/7 وابتدت تطبيق اجراءات جدية التصالح، انا بتكلم النهاردة واحنا تقريبا عدد المعاملات اللي عندي على المنظومة وصل 19900، يعني كمان بكرة أو حاجة نوصل 20000 معاملة، ودي حاجة كبيرة وجيدة جدا، تقريبا شملت أكتر من 85% من إجمالي المصالحات، وتقريبا بنسبة 100% من اللي قدمه قبل الجدية. احنا كمان في مركز شربين هنا بنتميز بأن عندنا مركز معلومات على درجة عالية من الكفاءة، فإحنا عملنا خطة منظمة مع العاملين في مركز معلومات، وبدأنا نشتغل فترات مسائية ونطول فترة العمل لاستقبال جميع الطلبات اللي كانت موجودة. أنا في كان أيام بتوصل عندي الطلبات لفوق 700 طلب، وطبعا مع الزحام الشديد وانت بتراجع قبل ما تقدر الرسوم، فده كان بيبقى حالات صعبة يعني. إلا أننا وفرنا أعداد إضافية، وفرنا ناس إضافية لغاية لما مركز التكنولوجي من أول يوم وإحنا شغالين طبقا للمنظومة بتاعة التصالح المطبقة في كل الجمهورية. في بعض المراكز عشان الضغط كان بيبقى كتير ما كانوش بيشتغلوا على المنظومة كتير، كانوا بيشتغلوا عن طريق تحصيل الموارد على حساب الإيرادات على أنهم بعد كده يودوها المنظومة. إحنا بدأنا من أول يوم نشتغل على المنظومة، تمام. وكنا بنسير بخطوات كبيرة جدا، وصلت لأن احنا كنا الأول على المحافظة في مبالغ التقنين في بدايات شهر 9، لغاية لما تقريبا قربنا نخلص كل المخالفات اللي عندنا، فالأعداد بدأت تقل شوية. فإحنا برضو دلوقتي من الأوائل. إحنا عندنا طبعا بعض المراكز الكبرى جنب مننا زي طلخة، زي حي غرب المنصورة، وإحنا دي المراكز اللي محققة إيرادات عالية جدا على المنظومة، وهي دي اللي مخلية محافظة الدقهلية في مركز متقدم جدا على المنظومة. هل في حضرتك إحصائية للمخالفات الخاصة بالمركز؟ في فندم. إحنا قبل المنظومة، قبل العمل يعني، كنا حاصرين المخالفات بحوالي اللي موجودة في الدفاتر عندنا بحوالي 17850 مخالفة. احنا لغايه دلوقتي زي ما قلت لحضرتك عاملين اكتر من 19900، لانه في ناس كمان حابه تستفيد من الميزات اللي موجوده في قانون التصالح، اللي هم لا ينطبق عليهم القانون بتاع قانون المباني، واللي بانيين قبل تطبيق القانون، انما حبوا ييجوا يعملوا تصالح عشان خاطر ياخدوا مستند زي رخصه معاهم يقدروا بيها يعملوا تعليه، يعملوا ادخال مرافق، يعملوا يعني اي اعمال اضافيه على المباني بتاعتهم. وده الميزه بتاعت قانون التصالح اللي كنا بنحاول نوضحها للناس، اللي فيه برضه ناس كتيره قدرت تعرف الميزات بتاعتها وبتبدأ تشتغل معانا وتتجاوب معانا. يعني حتى اللي مش عامل مخالفات كان بيجي يتصالح عشان يستخرج اوراق للبيوت بتاعته، ودي الحقيقه حاجات كويسه. احنا دلوقتي في محافظه الدقهليه محققين مبالغ كبيرة ومبالغ مرضية، وحتى على مستوى الجمهورية الدقهلية من ضمن المحافظات اللي في الصدارة، واحنا مكثفين العمل. وحقيقي أنا مع السادة رؤساء القرى والمسؤولين عن منظومة التقنين في شربين بنعمل حملات يومية في جميع القرى والنجوع علشان خاطر صوتنا يوصل لكل الناس عشان الناس تستفيد. وفي العشر ايام الاخرى من شهر اكتوبر متوقع الاعداد ترجع تزيد تاني، علشان خاطر في استجابه وفي شغل جميل وفي شغل عظيم جدا احنا بنحققه على ارض الواقع في التقنين.
بيساعدنا في كده. طبعا انا قلت من شويه انه مركز المركز التكنولوجي بتاع شربين مركز نموذجي حقيقي، كل زياره بتجي لنا من القاهره بيدونا تقييمات عاليه جدا ممتازه جدا. انا عندي حوالي 11 شباك بنشتغل عليهم خدمه للمواطنين، مع اجهزه النداء الالي، مع قاعات الانتظار، مع الموظفين اللي بيغطوا هذه الاعداد. عندي طاقم محترم جدا من مسؤولين البيانات والمشرفين ومشرفين النظام والترابيزه الخلفيه المراجعين والقيادات بتاعه مركز التكنولوجي. فالحمد لله احنا بنسير خطى ممتازه جدا في مساله التصالح. قبل ما اختم مع حضرتك، مصر حاليا بتشهد انتخابات برلمانيه، في استعدادات اكيد وفي ايضا استعدادات واجراءات هيتم اتخاذها من المركز من ازاله اللافتات او ما شابه ذلك. ايه هي الاجراءات اللي حضراتكم بتتخذوها مع المرشحين بدايه من الانتخابات وبعد انتهاء الانتخابات، من سواء الازاله او كده، ايه الدور اللي حضراتكم بتقدمه؟ هو حضرتك احنا حاليا بنذلل كل الصعاب الموجودة علشان خاطر السير بنجاح في العملية الانتخابية. يعني لك حضرتك أن تتخيل أن احنا من دلوقتي بمناسبة بدء العام الدراسي وكمان بدء الاستعداد للعملية الانتخابية، احنا دخلنا بمساعدة طبعا مدير التربية والتعليم وإدارة التعليم شربين في رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمدارس، طرق أرصفة، إنارة عامة، مية، كهرباء، مجاري، قص أشجار، بيئة، كل ما يخص رفع كفاءة الأماكن اللي هنقدم فيها هذه الخدمات احنا قايمين بيها دلوقتي. ويمكن المتابع بيشوف ازاي معالي السيد الوزير المحافظ بيخش المدارس ما بيسيبش حاجة، واحنا الحقيقه عاملين هنا عندنا من اداره المتابعه واداره التفتيش لجان بتنزل كل المدارس. انا الصبح كنت موجود في قريه بساط كريم الدين وزرت بعض المراكز وزرت بعض الاماكن، وبرضه عشان نتاكد من اولا سير العمليه التعليميه، ثانيا التجهيز الجيد للعمليه الانتخابات ومدى وجود اماكن مؤمنه ومحصنه للصناديق وامكانيه توفر اماكن لاقامه تنبيت المشرفين على تامين الانتخابات سواء من قوات بوليس او قوات مسلحه. بنعمل تجهيزاتنا وبنعمل استعداداتنا للكلام ده كله. اول حاجه كمان عملتها هنا ان انا رفعت كفاءه قسم الاشغالات اللي عندي وزودته بعدد كبير من المواطنين من الموظفين عشان خاطر نقدر نحصر الاماكن اللي فيها لافتات وفيها اشغالات خاصه بالانتخابات. ومتفقين مع الناس الناخبين وهم في شربين عددهم بسم الله ما شاء الله 46 يعني، فاتفقنا معاهم انه بمجرد ظهور نتيجه المرحله الاولى احنا هنقوم برفع كل الاعلانات والاشغالات الموجوده الخاصه بالانتخابات من الشوارع الخاصه بالمرشحين اللي هم مش هيخشوا اعاده، وده علشان خاطر نفتح المجال لاهل البلد بقى، لان العدد الكبير قوي 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 اللي بنشوفه من اللافتات ده برضه عامل خنقه في البلد شويه. ف زي ما بندي برضو حريه للناخبين انهم يعلنوا عن نفسهم يترشحوا، لازم اهل البلد كمان يبقى في ان احنا نسعى على راحتهم ونسعى على استجابه لطلباتهم وكده. كمان احنا في ظل العمليه الشديده دي 46 مرشح، في اعمال تانية بتتم اللي هي اعمال الدعايه بقى والصوانات والحاجات دي، والحمد لله احنا بدانا تقريبا في الصمت الانتخابي، فبدانا نسعى معاهم انه برضه ايه يعني خلاص الصوانات والاماكن اللي بتتعمل فيها الكلام ده نبتدي نوقفها على اساس ان احنا نبتدي ننفذ التعليمات وكده. وعايز اقول لحضرتك انه
يعني الحمد لله انا شايف الناس كلها مستجيبه، يعني احنا ما فيش حاجه بنعرضها من عندنا على اي حد حتى لو ضده وبيرفضها، لان كل الناس متعاونين وكل الناس مستجيبين، وده شيء محمود يعني. وبنشكر كمان مع الناخبين الاحزاب الممثله اليوم والتجمعات والمنظمات والجمعيات، كل دول بيشتغلوا في منظومه واحده بتساعدهم. المواطن يا فندم في شربين له وعي وله درايه كبيره جدا، واحنا بنشوف فعلا عملنا عندنا هنا في المركز المدينه وعن طريق برضه بعض الاحزاب والجمعيات عملنا ندوات توعيه، ولقينا درجه عاليه من الوعي للناخبين، وحتى مع النظام الانتخابي اللي موجود دلوقتي ازاي ايه المطلوب وهينتخبوا ازاي في الفردي وهينتخبوا ازاي في القايمه وايه اللي هيخشوا يعملوه وازاي محدش ياثر عليهم ولا على اصواتهم ولا على رايهم. والحقيقه ده شيء جميل جدا يعني. احنا بنحيي اهل شربين وابناء شربين على وعيهم السياسي، وان شاء الله العمليه الانتخابيه في شربين تفرز لنا نواب محترمين يقدروا يحققوا رغبات المواطن الشربيني اللي هي بتعود على اهل البلد بالخير. احنا استاذ طارق بنشكر حضرتك جدا على اللقاء ده، ونتمنى لحضرتك التوفيق والاهل شربين كلهم يشكروا حضرتك معانا بكره. وانا بشكركم يا فندم، واهلا بيكم في شربين ومرحب بيكم في اي وقت. كتر خيركم. دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج بكرة أحلى، نشوف حضراتكم في حلقات جديدة إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.